وسط حضور كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، افتتح أمس نادي اقرأ للأطفال الذي استضافه مقر الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بدار معرفي. ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر على تدريب أولادهم على حب القراءة وكيفية ترغيبهم فيها من خلال الاختيار الأنسب للكتب والموضوعات التي ترفع من منسوب معرفتهم. وأكد المسؤولون أن تربية النشأ على حب القراءة سينعكس بالإيجاب حتما على سلوكيات الأطفال، مشيرين إلى أن المدربين في النادي يغرسون داخل الأطفال روح التعاون والوطنية وحب الأوطان من خلال برامج مكثفة ومتنوعة تشمل الألعاب والمسرحيات. اليوم كان الافتتاح ولله الحمد القبول كان وايد، ويعطيهم العافية أولياء الأمور على ثقتهم فينا. أهداف نادي اقرأ يهدف إلى تعزيز حب القراءة عند الأطفال، علشان يعني لا يحسون هم قاعد يقرون علشان الامتحانات. بالإضافة إلى ذلك فإن نادي اقرأ يهدف إلى تعزيز روح الوطنية عند الأطفال وغرس بذرة التطوع لديهم. الهدف من هذا النادي يعني ان نرسخ في اولادنا حب القراءة، لان الحقيقة القراءة شيء يدعو له ديننا الحنيف، ومن خلال القراءة الانسان اللي يقرأ كل ما يقرأ يعني مداركه وثقافته تتوسع اكثر،